قسما بالله كل حاجه طبيعيه قدام حضراتكم اهو، خطوه بخطوه، حاجه قويه جدا للماسكر، فك التجاعيد وتفتيح البشره وازاله الهالات السوداء اللي تحت العين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اغلبنا بنعاني من الشيخوخه المبكره او التجاعيد او الكسرات في الجبهه، ده كله عايزين نضيعه يا جماعه ان شاء الله. عشان ما اطولش عليكم، ماسك بسيط جدا في البيت ممكن تعمليه بحاجات بسيطه. الجزر يا جماعه، الافاده القويه جدا يا جماعه في الماسك ده ان شاء الله، بعض المكونات اللي هتحط فيه مكونات قويه جدا لفك التجاعيد الموجوده في الوش والسواد اللي تحت العين او الهالات السوداء ايا كان المسمى. عشان ما اطولش عليك يا ست الكل يا قمر، تعال نخش على طول. اول حاجه يا قمر هتجيبي ايه؟ جزر من عندك، والافضل يكون صابح عشان ده مش لاقي جزر صابح قوي. تمام، مكوناته رهيبه جدا. هتجيبي مبشره، هتعمليه نظام بشر بسيط كده، متنسوناش يا جماعه من صالح دعواكم، الله يبارك لكم كده، عايزين الدعوه الحلوه منكم. الماسك ده يا بت هيخليكي زي الورد، هتقفي قدام جوزك كده وقدام خطيبك هتنوري هتنوري. حاجه فريده من نوعها على القناه يا جماعه، بس ان شاء الله بمكونات بسيطه جدا في البيت هتشوفوا فكره الماسك دي هتبقى عامله ازاي. ماسك قوي جدا يا جماعه. بصوا يا جماعه، بعد ما بتبشر الموضوع ده هتعملي ايه؟ بعد ما بنبشر ده يا جماعه في مكون تاني، الا وهو مكون قوي جدا. المكون التاني يا جماعه العسل والنشا، والمكون التاني يا جماعه نشا الذره. طبعا ده موجود في البيت وده موجود في البيت، والجزر طبعا موجود في كل ثلاجه. وهتجيبوا بن، البن بيحتوي على ماده الكافيين، الماده دي قويه جدا لتنشيط فروه، لتنشيط الدوره الدمويه في البشره او في اي مكان، حتى لو بنشتغل على الشعر بالبن ده قوي جدا. المهم يا جماعه هنعمل ايه بعد كده في الماسك ده؟ بس قبل ده كله يا جماعه هنجيب معانا ميه الورد. ميه الورد دي متخصصه في مستحضرات التجميل، ميه قويه جدا. هنحط نسبه قدام حضراتكم كده بالويم. عايزه تعملي بقى تحطيه في الثلاجه لمده، هيقعد معاكي في الثلاجه لمده 3 ايام بعد عمايله. وبعد كده هنجيب معلقه عسل زي ما انتم شايفين كده، معلقه كمان، هتجيب عسل بالجزر. بعد كده ست الكل هتجيب معلقه من البن، ماده الكافيين القويه جدا يا جماعه في البن ده. بعد كده يا جماعه بالبلدي كده هتدهنيهم في بعض نفس الطريقه دي كده، هتعملي نظام عجينه بيهم. المؤاخذة بقى هتلاقوا في حاجات كده، بس انا بكلمكم بالبلدي، عايز اوصل لكل الناس في البيوت، حتى الناس الغلابة دول اهم حاجة عندي. هتجيبي كمان سنة مية الورد، انا عايز يبقى فيه نسبة مية بسيطة كده. طبعا النشا هنحتاجها بس في المرحله اللي جايه، خليكم معانا. بعد كده يا ست الكل، بعد ما تعملي المرحله ديت هتحطيها على النار. وبعد كده يا ست الكل هتجيبيه بنفس الطريقه ديت على النار، هتسيبيه لمده قد ايه؟ لمده 10 دقائق يبدا يشمع، بس يشد النار بس مع عمليه الايه؟ التقليب. خليكم معانا وهوريكم في الاخر. بصوا يا جماعه بدا يحصل ايه معاه، يبدا يتشمع بس. خليكم معانا بقى وهوريكم المرحله اللي جايه هنعمل فيها ايه بعد ما تتساب على النار لمده 10 دقائق. خلي بالكم ان انا بعتمد على كل حاجه على حياتي في الحاجات الطبيعيه، يعني قناتي كلها معتمده على الحاجات الطبيعيه. خليكم معانا وهنرجع تاني. بعد كده يا ست الكل هتطلعها من على النار بنفس الطريقه ديت، هتعملي عمليه هرس كده. وبعد كده هتجيبي اي شاشه عندك، اي شاشه اشار باي حاجه، وطبق تاني بنفس الطريقه كده، وهتبداي تعملي تصفيه للمكون ده. طبعا هتسيبيها كده لمده حوالي، بعد ما تنزل من النار وتبرد
بنفس الطريقه دي كده اهو زي ما انتم شايفين كده. المكون اللي هينزل بقى ماده الكافيين اللي موجوده في قلب القهوه ماده عاليه جدا، بس هنضيف عليها شويه حاجات برضو قدام حضراتكم دلوقتي. التركية اللي جايه بس هتعمل عمليه تصفيه كده، لا مؤاخذه بقى انا مش لابس جوانتي ولا اي حاجه، بس انا كده كده بلدي يعني، بتكلم بالطريقه العاميه خالص اللي انا اقدر اوصل بيها لاي حد. بس هتعمل عمليه تصفيه كده، لا مؤاخذه بقى انا مش لابس جوانتي ولا اي حاجه، بس انا كده كده بلدي يعني، بتكلم بالطريقه العاميه خالص اللي انا اقدر اوصل بيها لاي حد. الفكره كلها في افاده العصير بتاع القهوه والجزر والعسل. بعد كده بالمكون التالي ده هنحتاج نشا الذره اللي احنا اتكلمنا عليها. هتعملي بنفس الطريقه كده، هتحطي مقدار، هتعملي نظام عجينه بيها، نظام عجينه اهو. الماسك ده يا قمر انت اقسم بالله هتدعي لي، عايز بس دعوتك في الكومنت، ربنا يبارك لي ويبارك لي في اولادي، مش عايز اكتر من كده. تبداي تعملي عمليه دمج المكون مع بعضه، تبداي تعملي عمليه دمج المكون، لقيتيه بايظ اي سنه بسيطه هتعملي ايه؟ هتجيبي شويه نشا كمان، زي ما انت هتشوفي قدام عينك كده بالطريقه، هتلاقيه بيبدا يعمل عمليه قوام متماسك مش اكتر يعني. مثلا عايز اقول كده القوام بدا يمسك معانا، ده كده القوام بقى زي ما انتم شايفينه كده يا جماعه اهو. التركايه بقى يا جماعه الثانيه والاهم فيها وحاجه كويسه جدا، زيت النعناع. زيت النعناع ده انا اتكلمت عليه كتير، ده عايز قاموس في الكلام عنه، ان هو حاجه مفيده جدا للبشره وحاجه مفيده جدا للشعر. بعد كده ست الكل هتجيب نظام نقطه نقطه، لو عندك قطره اشتغل عليها نقطه، ما تكتريش عشان يبقى نفس الطريقه ديت او قللي اكتر منها علشان هي بتلسع. القوام ده ممكن تعملي اكتر من كده وتسيبيه في التلاجة لمده معاكي 4 5 ايام لو عايزه تعملي اكتر من مره. قسما بالله كل حاجه طبيعيه قدام حضراتكم، هو خطوه بخطوه حاجه قويه جدا للماسك، فك التجاعيد وتفتيح البشره وازاله الهالات السوداء اللي تحت العين. زي ما انتم شايفين يا جماعه القوام يبقى بنفس الطريقه دي كده اهوت. انت كده ست الكل هتفرديه على وشك لمده حوالي ربع ساعه. بعد كده يا ست الكل هتعملي ايه؟ هتفرديه على وشك لمده ربع ساعه وان شاء الله هتلاقي النتيجه مذهله، وهتدعي لي في الكومنت وتقولي لي كده. وكده يبقى احنا خلصنا نهايه الفيديو النهارده، نقول سلام عليكم.